السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أبنائي طلاب صف خامس ابتدائي مدارس المدينة الأكاديمية ومع المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، فأهلا وسهلا بكم. معنا اليوم ملخص لمادة اللغة العربية. أولا أقسام الاسم. عرفنا أن الاسم هو مفرد ومثنى وجمع. المثال، مثال المفرد كلمة طالب مفرد، والمفرد ما يدل على واحد أو واحدة. كتاب، المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. النوع الثاني من الاسم، الاسم المثنى، وهو المختوم بألف ونون أو ياء ونون ويدل على اثنان أو اثنتان، ويرفع المثنى بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. مثال طالبان أو طالبين وقلمين. الجمع ثلاثة أنواع يا أبنائي، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. جمع المذكر السالم هو المختوم بواو ونون والياء ونون، وهو ما يدل على واحد أو أكثر، ويكون مذكر ويكون عاقل، مثل مسلمون معلمين. جمع المذكر السالم يرفع بالواو ينصب بالياء ويجر بالياء. جمع المؤنث السالم هو الاسم المختوم بالألف والتاء، مثل كلمة صلوات، كليات، معلمات، مهذبات. يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ويجر بالكسرة. آخر نوع من أنواع الجمع جمع التكسير، مثل كلمة أقلام وكلمة كراسي. وجمع التكسير يا أبنائي هو ما ليس آخره واو ونون وياء ونون ولا آخره ألف وتاء، أي ليس جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. يرفع جمع التكسير بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. أما الأسماء الخمسة مثل كلمة أبو وأخو، فيرفع بالواو مثل أبوك ينصب بالألف مثل أباك، يجر بالياء مثل أبيك. عرفنا أن الحالة الإعرابية للكلمة تعتبر ثلاثة أنواع للإسم. الاسم إما أن يكون مرفوعا، إما أن يكون منصوبا، إما أن يكون مجرورا، وذلك حسب موقعه في الجملة وحسب وظيفته داخل الجملة. فالاسم يرفع إذا كان مبتدأ، وإذا كان خبر، وإذا كان فاعل. والاسم ينصب إذا كان مفعول به، والاسم يجر إذا كان اسم مجرور بعد حرف الجر. عرفنا من أنواع الاسم أيضا الاسم الممدود، وهو الاسم الذي آخره همزة قبلها ألف، مثل كلمة سماء وصحراء. والاسم المقصور هو اسم ينتهي بألف مقصورة سواء لينة أو قائمة، مثل كلمة العلا، ليلى، مستشفى. الاسم المنقوص هو اسم ينتهي بياء غير مشددة مكسور ما قبلها، مثل كلمة الراجي، القاضي، الداعي. وليس السعودي، لأن السعودي الياء عليها شدة. الاسم المجرور يا أبنائي هو اسم وقع بعد حرف من حروف الجر، وحروف الجر هي من، عن، إلى، على، في، والكاف، واللام، والباء. الأفعال الخمسة هو كل فعل مضارع، مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة المؤنثة. يدرس، يدرسان، تدرسان، يدرسون، تدرسون، وتدرسين. وعرفنا أن اسمها أفعال خمسة لأن لها خمسة صور. الاسم المعطوف هو اسم وقع بعد حرف من حروف العطف الثلاثة الواو، الفاء، ثم، ويتبع المعطوف عليه في الحالة الإعرابية. فإذا كان المعطوف عليه مرفوعا كان المعطوف مرفوعا، وإذا كان المعطوف عليه منصوبا كان المعطوف منصوبا، وإذا كان المعطوف عليه مجرورا كان المعطوف مجرورا. خرج الفلاح إلى الحقل ثم المعمل. حروف العطف لها معاني، فالواو تفيد المشاركة، والفاء الترتيب والتعقيب والسرعة، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. النكرة والمعرفة. النكرة هو اسم يدل على شيء غير معين يقبل الألف واللام، وهي غير موجودة، مثل كلمة رجل،
وكلمة ساعة غير موجودة، الألف واللام تكون غير موجودة في الكلمة لكنها تقبلها. فرجل يمكننا أن نقول الرجل، إذن كلمة رجل نكرة. ساعة ممكن أن نقول الساعة، إذن كلمة ساعة نكرة. المعرفة اسم يدل على شيء معين مثل الرجل فيها ألف ولام. تبوك، تبوك اسم علم، اسم علم، اسم مدينة، ولا يمكن أن نضع له الألف واللام، لا يصح أن نقول التبوك، هي تقال تبوك. محمد، محمد اسم علم ما في ألف ولام لكنه علم، وعلم كلمة محمد وهو اسم ولا يقبل الألف واللام، لا نقول المحمد. إذن المعرفة اسم يدل على شيء معين، والنكرة اسم يدل على شيء غير معين. الصفة يا أبنائي هي اسم يذكر لبيان صفة من صفات اسم قبله، يسمى هذا الاسم الموصوف ويطابقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والرفع والنصب والجر. السباحة السهلة، السباحة كلمة مفرد، السهلة مفرد، السباحة مؤنث، السهلة مؤنث، السباحة مرفوعة، السهلة مرفوعة، السباحة معرفة، السهلة معرفة، يتبعه في كل شيء. السباحة السهلة نتاج التدريب، هذان طالبان ماهران، ماهران صفة، طالبان موصوف. المهندسون المخلصون، المهندسون موصوف والمخلصون صفة. الأساليب اللغوية، أول أسلوب أسلوب النداء، ما أوله ال يا نناديه بيا أيها، يا أيها الرجل قم إلى عملك، يا أيتها الفتاة اكتبي الدرس. التعجب، ما أجمل البحر، ما أسرع الخيل. أسلوب التفضيل، اسم التفضيل هو اسم يدل على أن شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة. علي أطول من سعيد، الطائرة أسرع من السيارة. الاستثناء بإلا، حضر الطلاب إلا خالدا. الترجي، طلب أمر مرغوب قريب الوقوع، لعل الرحمة تملأ قلوبنا. التمني، طلب أمر محبوب مستبعد الوقوع، مثال ليت السلام دائم بين الشعوب. فليت تستخدم للأشياء بعيدة التحقق، صعبة التحقق، أما لعل تستخدم مع الأشياء أو الأماني قريبة التحقق. التوكيد بكل وجميع، حفظت الصورة كلها، حفظت الصورة جميعها. الهمزة المتوسطة، لرسم الهمزة المتوسطة رسما صحيحا ألاحظ حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، وترسم الهمزة على الحرف الذي يناسب أقوى الحركتين، أقوى الحركات هي الكسرة ويناسبها حرف الياء، بعدها الضمة ويناسبها حرف الواو، وبعدها الفتحة ويناسبها حرف الألف، وترسم الهمزة المتوسطة على السطر في الحالتين، إذا كانت مفتوحة بعد ألف وإذا كانت مفتوحة بعد واو. والمادة يا أبنائي، المادة تكون في أول الكلمة ووسطها فقط، والمادة هي عبارة عن همزة بعدها ألف، صوت مد طويل، تكتب بالشكل كما موجود بالصورة وتأتي في أول الكلمة ووسطها مثل آمال ومرآة. هكذا انتهينا يا أبنائي من جميع المهارات التي درستها في الصف الخامس، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.